الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد البنت اللي سميتها جينيفر، اللي يلاه كملت الخدمه ديالها في الشركه وخرجت باش تمشي تسافر عند الصديق ديالها في نيويورك بمناسبه عيد الحب. وفي نفس الوقت كنشوف واحد الموظف اللي سميتو اكاي، واللي كان كيقاد الحاله ديالو في الحمام، واللي جا كيجري باش يشد لاسانسور ولقى جينيفر تما. وكانوا هما جوج الاخرانيين اللي بقاو في ديك الشركه وما كانوش كيعرفوا بعضياتهم. واحد شويه هما يشوفوا السانسور اللي وقف بهم، ومشى جاي يورك على الصوني ديال الطوارئ، ولكن لقاه كاع ما خدام. وشافوا بجوجهم الكاميرا اللي كانت تما، مشاو وحداه وبقاو كيغوتوا وكيطلبوا المساعده. ولكن تيبان لينا بلي السيكوريتي حتى هما مشاو فحالهم، وما كاين حتى شي واحد في الشركه الا هما. وبغاو يخدموا التليفونات ديالهم ولكن ما لقاوش فيه الريزو، وكانوا خايفين بزاف اللي يحصلوا تما، حيت كان داك النهار هو الاخراني في السيمانه بلي خصهم يتسناو يومين بما تفتح الشركه. وبقات جينيفر كتدق في داك الباب وكتغوت، الله يكون شي واحد باقي في الشركه ويسمعهم، ولكن بلا فايده حيت كلشي مشى بحالو. ومن بعد قرروا باش يجلسوا شويه بما يجي شي واحد ويعتقهم، وهكذا تعرفوا على بعضياتهم وكل واحد فيهم كيهضر على خدمته. وجينيفر كان معها الشوكولاته واحد القرعه ديال الشراب اللي كانت غديهم لصاحبها، وخدات من داك الشوكولاته وذوقات اكاي وشربوا حتى ديك القرعه ديال الخمر، ودازوا بزاف ديال السوايع. من بعد قرروا باش يرسموا بعضياتهم. من بعد جاي يعاود لجينيفر بلي هو حلم بواحد البنت اللي كانت كتشبه ليها بزاف، بلي هو كان محبوس معاها في نفس البلاصه، وقال ليها بلي داك الحلم تحقق ولا حقيقه، وقال ليها بلي هي زوينه بزاف. وضحكات جينيفر وشكرته على داك الهضره ديالو الزوينه. واحد شويه كنشوفوا اكاي اللي ما قدرش مازال يصبر بلي هو شافها شحال هذه ومن داك النهار وهو كيبغيها. واحد شويه هو يتقرب ليها ودخلوا في علاقه، وكان كيتسحب ليه واش هي غتبغيه كما كيبغيها. ولكن جينيفر دارت فيه وقالت ليه بلي هادشي اللي وقع راه ماشي حب، حيت هي باقي كتبغي صاحبها. وملي سمع جاي هاد الهضره تقلق وما عجبوش الحال، هادشي علاش قرر باش يقول ليها الحقيقه بلي هو كذب عليها في سميتو وخدمته، وبلي هو الحارس ديال الشركه، وبلي هو ديما كيحطيها وكيشوف فيها ملي كتكون في الشركه، وبلي هو اللي خطط باش يتحبس بجوج بهم في هاد السنسور. وتعصب بزاف وبدا كيضرب في الحيط حيت جينيفر ما كتبغيش، وهي تخلعات وخافت منه. واحد شويه هو يتهدن، واحد شويه هو يجبد الساروت ديال السنسور، وملي دخل ديك الساروت الضو شعل. وجينيفر كاع ما فرحات لهذا الشيء وبدات كتلوم فيه، وهددته بلي هي غتشكي به عند البوليس. وملي سمع ديك الهضره تعصب منها ودور ديك الساروت وطفى السنسور، وكانت كتجري باش توصل لداك الساروت وتفتح الباب، ولكن هو شدها وما خلاهاش وبقات كتضرب برجليها حتى هرست داك الساروت بالخطا. ودابا ولا محبوسين ديال بصح في داك السنسور. وتعصبات جينيفر بزاف وبقات كتضرب فيه في الراس بالصباط ديالها حتى سن منو الدم. وملي فتح عينيه شاد جينيفر من الشعر وخبط راسها مع الارض حتى داخت. ملي دازو شي سوايع ضربتها الفيقه، اتفقوا بجوج باش يلقاو شي طريقه يخرجوا بها من تما. وطلع اكاي للسقف وبقى كيضرب فيه ولقى بلي واحد المربع تما قدر يتفتح حيت كيتحرك، وقال ليها بلي هو غتعاونو ويخرج من تما هو الاولاني. من بعد يجيب معاه شي واحد ويجي يعتقها، ولكن هي بدات كترغب فيه وكتطلب باش هي اللي تخرج الاولانيه، حيت هو ثقيل بزاف وما غتقدرش تهزو. ووعدته شحال من مره بلي غتمشي دغيا تجيب معاها شي واحد وغيخرجوه من تما. وهكذا اكاي هزها حتى طلعت هي الاولى، ولكن غير هي طلعت وعطاتو الصباع ومشات بحالها. خلاته كيتعصب وكيتفقس، لكن دغيا جاتو واحد الفكره وصاوب واحد الحبل بحوايجو وقدر يوصل ليها. ولقاها بدات كتحل واحد الباب ديال السانسور وهي كتغوت، ولكن هو جرها بالجهد وطاحوا بجوج بهم لداخل ديال السانسور عاوتاني، وبقاو شحال ديال السوايع وهما فاقدين الوعي. وملي فاقت جينيفر لقات واحد الطوبو ديال الماء كينقض. من بعد مشات حرقت دوك الاوراق اللي كانوا في الساك ديالها باش يخدم الانذار ديال الحريق. واحد شويه كنشوفو جاي اللي فاق، ولكن هي ضربته في وجهه من بعد ربطاته وهددته باش يعترف بسميتو وبكاع داكشي اللي دار. وقال ليها بلي سميتو الحقيقيه هي جون بيكونز، وبلي هو واحد النهار كان سكران وضرب واحد السيده بالطوموبيل وقتلها ودوز في الحبس 6 شهور، وبقى شحال كيقلب على الخدمه ما لقاهاش وبزز باش لقى الخدمه في هاد الشركه. وتاثرت جينيفر بالهضره ديالو وبقى فيها. كنشوفو الصديق ديال اك حتى هو خدام حارس وجمع معاه صاحبته لهنا، وملي شاف الكاميرا ديال المراقبه عرف بلي هما بجوج حاصلين في السنسور، وعيط لصاحبو في التليفون ولكن لقى بواد فوكال. من بعد هضر معاهم في داك الميكروفون باش يسمعوه، وقال لهم بلي هو غيعاونهم وغيخرجهم من تما. وفي ديك اللحظه جينيفر فرحات بزاف، وكان جاي تايفوق داك الرباط اللي كان في يديه، وقدر جو يعرف الطبقه اللي كانوا حاصلين فيها، وقدر يفتح شويه من داك الباب ولكن السنسور كان حاصل في النص. من بعد جاي جر جينيفر لداخل ولح ليه صاحبو الساروت باش يقدروا يفتحوا السنسور من الداخل، ولكن جاي قال ليه بلي داك الساروت كاع ما خدام. حاول باش يفتح بيديه بجوج داك الباب بالجهد، ولكن داك المجرم ديال جاي وقسم جوي على جوج. من بعد هزاو داها الباركين ديال الطوموبيل وخشاها في الكوفر،
من بعد رجع كاين للشركه باش يمسح دوك التسجيلات ديال الكاميرا كاملين وما يخلي حتى شي دليل موراه. من بعد مشى قتل صاحب جوي، من بعد مشى لواحد البلاصه خارج المدينه وعمر واحد الفيديو بليسانس باش يحرق جينيفر حيت كيتسحب لواش ماتت. لكن ملي دار ضرباتو في الراس داك البيدونه وركبات في الطوموبيل وتمشات مشاريال باش تقتل اكاي وتلاح في داك الطارو اللي كان موراهم. تما شعلت فيه العافيه وحرقاته، كانت مبتسمه وعاجبها الحال حيت قتلاتو قبل ما يقتلها. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.